دوري ابطال اساسي امام كاراباخ امام روما وكان بديل امام اتلتيكو. وادي فرصه هي 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 اسباني كويتا الاسباني الى موراتا الاسباني ليعلن عن تقدم نادي تشيلسي هنا في هذه اللقطه. الهدف الاول في الدقيقه 54 الفارو موراتا الهدف الاول في اللقاء. لكن ايه المؤشرات موجوده معموله حلوه قوي من اسباني كويتا والفارو موراتا يلعبها براسه ويضع الكره في الشباك. ادي امامنا الكره ملعوبه شوف بقى ثلاثه في القلب لكن الفارو موراتا تحرك حلو قوي في المساحه ما بين سمولينج وايريك بييه وكانش موجود في اللقاء.